يا مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة سريعة على آخر الأخبار الفنية. شارك النجم التونسي ظفر العابدين جمهوره بصورة له عبر حسابه الشخصي على إنستغرام من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته 79 بإيطاليا. وظهر ظافر بإطلالة كلاسيكية مميزة لفتت الأنظار وأطل على جمهوره بلوك مختلف، فطلع بشارب ومن دون دقن عكس ما تعود عليه الجمهور. وعلق على الصورة وكتب: ليلة رائعة بحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، وتفاعل عدد كبير مع جمهور ظافر وأصدقائه بالوسط الفني مع الصورة مشيدين بأناقته، وهي مو المرة الأولى يلي بفاجئ ظافر فيها الجمهور بشي بيعمله. فكانت المرة يلي قبل هو وجوده بفيديو كليب بجانب مرته يلي عم بتغني الغنية، وكان هذا الظهور مفاجأة من نوع جميل صدمت رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. سينيتيا سموئيل عم بتودع العزوبية مع صديقاتها وأهلها. احتفلت الفنانة اللبنانية سينيتيا سموئيل بتوديع العزوبية مع صديقاتها بحفل أقيم بأحد المطاعم ببيروت. ونشرت سموئيل عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات من أجواء الاحتفال يلي ظهرت فيهم بكامل فرحها، بالإضافة لوجود بعض الفنانات يلي شاركوها هاي اللحظات الأخيرة قبل الزواج. وكتبت على الصور: اليوم يا أنسي بكرة يا مدام، ناطرة هاللحظة من زمان. ويذكر أن سينيتيا سموئيل شاركت بالعديد من المسلسلات العربية منهم خمسة ونص ومسلسل ما فيه. يا أكيد حياتي ما تعتلهم. فرقة مياس لبنانية للعالمية. أداء مبهر لفرقة مياس لبنانية بالنصف نهائيات من أمريكان جوت تالنت، ففرقة مياس ما خيبت الأمال وقدرت تستأثر أنظار اللجنة والجمهور بكل أنحاء العالم. بعد تقديمها عرض فني راقص كان مذهل، اتسم بالتناغم والإبداع. وضمن منافسات الدور النصف النهائي قدمت الفرقة لوحات على شكل شجرة وسط الطبيعة تتمايل أغصانها يمين وشمال. وطبعا نجوم كتيرة قدمت الدعم والتشجيع لفرقة مياس، منهم جورج وسوف، هيفاء وهبي، سيرين عبد النور، نجوى كرم وكتار. وبدورهم فرقة مياس تأهلوا لنهائيات أمريكان جوت تالنت وما خيبوا محبة الناس وإيمانهم فيهم. جاستن بيبر يلغي مجددا حفلاته ضمن جولته العالمية. أعلن المغني الكندي جاستن بيبر أنه قرر مجددا قطع جولته العالمية وإلغاء حفلاته المقررة بسبب أزمة صحية جديدة وبسبب الشلل الجزئي يلي عم يعاني منه من فترة. وكان الفنان العالمي البالغ 28 سنة عرض بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام أنه بيعاني من متلازمة رامسي هينت، وهي مرض عصبي نادر بيؤدي لشلل بأحد جوانب وجهه، وهو ناجم عن إعادة تنشيط فيروس جذري الماء. وكتب بيبر على حسابه عبر الإنستغرام بنهاية هذا الأسبوع: أعطيت كل شيء للبرازيليين، ولكن لما غادرت المسرح كنت منهك من التعب وأدركت أنه صحتي لازم تكون من أولوياتي. لهون بتكون خلصت أخباري، انطرونا بكرة بموعد وحلقة جداد حاملين معهم أخبار وأسرار لنجوم أنتو بتحبوها. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.